بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي على يوتيوب. أنا محمد إسحاق الريفي، أستاذ الرياضيات والإحصاء في الجامعة الإسلامية بغزة. سأشرح لكم في هذا الفيديو خوارزمية بسيطة ومهمة تستخدم في الماشين ليرنينج للتصنيف في مجالات عديدة، وتسمى باللغة الإنجليزية K Nearest Neighbor وتختصر KNN، وهي عبارة عن Simple Supervised Classification Algorithm. سنطبق هذه الخوارزمية على قاعدة البيانات Iris، وهي قاعدة بيانات مشهورة تضم مواصفات 150 زهرة مصنفة إلى ثلاثة أصناف كما في الصورة. هذه الزهرة ولها ثلاثة أصناف، منها هذا الصنف وهذا الصنف والصنف الثالث. في البداية المواصفات التي تتضمنها قاعدة البيانات هي ما يسمى بيتول الطول والعرض، وكذلك سيبول الطول والعرض. والبيتول والسيبول هي كما تظهر في الصورة هذه الزهرة. فهناك ثلاثة أنواع من هذه الزهرات، في واحدة اسمها Iris versicolor، وواحدة أخرى اسمها Virginica، وواحدة ثالثة اسمها Setosa. هذه الثلاث زهرات أو ثلاث أصناف من هذه الزهرة، وهناك عينة من 150 من هذه الزهرات ومواصفاتها من حيث الطول والعرض للبيتول والطول والعرض للسيبل. وطبعا الخوارزمية هنا ستبني في البداية موديل معين لاستخدامه في تصنيف أي زهرة أخرى من هذا النوع، إذا كان لدينا المواصفات الأربع قياسات الطول والعرض لهذين النوعين. وفكرة الكين إن بسيطة جدا. نفترض أن هذه النقطة الخضراء غير معروفة، مش معروف أي صنف هي تنتمي إليه. نأخذ من الأصناف المجاورة لها ونستطيع أن نزيد في الجوار أو نقلله باستخدام K. فهان K بتساوي 3، ففي يوجد حولها 3 نقاط، فبتكون هذه الزهرة قريبة من هذه الأصناف. نحدد كلاس نجمة المجهولة من خلال صفات الزهرات المجاورة لها، ونستطيع أن نوسع هذا الجوار باستخدام قيم متعددة ل K5 K10 K15 إلى آخره. في البداية طبعا هنا نستورد بعض المكتبات اللازمة للعمل، أولها numpy import numpy as np، ثم import مكتبة خاصة بالرسم pyplot as plt، وأيضا نستورد pandas as pd بهذا الشكل. ثم نستورد بعد ذلك قاعدة البيانات Iris من موقع لقواعد البيانات from sklearn data sets import load Iris. هذه load Iris هي function نستخدمها في الحصول على قاعدة البيانات، ونسمي هذه قاعدة البيانات Iris تساوي load Iris بهذا الشكل. والآن نريد أن نتعرف على نوع هذه قاعدة البيانات التي استوردناها، فباستخدام الأمر type Iris فبيقول لنا بالضبط نوع قاعدة البيانات، فهي عبارة عن يعني المواصفات أو القياسات الأربع لكل 150 زهرة بالإضافة إلى التصنيف ومعلومات أخرى كثيرة، فبالتالي لن نستطيع أن نتعامل معها بهذا الشكل. خلينا نشوف قاعدة نريد أن نتعرف عليها. هي طبعا فيها حاجة بسموها data أو values، والتي تقع في أربعة أعمدة. هذه الأعمدة هي مواصفات الزهرة
ونستطيع معرفة الصفات كالتالي: فهي هان في سبل، سبل length بالسنتيمتر، سبل width بالسنتيمتر، بيتل length بالسنتيمتر، وهكذا أربع أعمدة في هذه الداتا. وهناك أيضا شيء يسمى target print iris dot target اللي هو التصنيف يعني، فهذا هو التصنيف. نلاحظ أنه في صفر وفي واحد واثنين، وإذا كانت القاعدة البيانات أو التارجت هذا طويل جدا فيه أعداد كبيرة، فنستطيع أن نعرف الأصناف الموجودة فيه أو القيم المختلفة الموجودة فيه باستخدام np unique iris target، فهي صفر واحد واثنين. هذه الأصناف الثلاثة لأنواع الزهرات التي رأيناها في الصورة، وبعد ذلك سوف نطبع المعلومات الخاصة بهذه القاعدة البيانات هذه الداتا، الجزء اللي هو اسمه داتا كالتالي. هنا سوف نطبع المعلومات الخاصة بالداتا التي تتضمنها قاعدة البيانات وهي اسمها data shape، فهي عبارة عن جدول أو مصفوفة فيها 150 صف وأربعة أعمدة. 150 معناها أن في 150 زهرة، والأربع أعمدة هي القياسات التي تعرفنا عليها هنا. الآن نريد أن نستورد، يعني الفكرة هان أنه مش بس بنعمل موديل، نعمل موديل بنختبره على نفس الداتا، فبالتالي بنقسم الداتا هذه إلى جزئين، جزء بيمثل يعني جزء بسموه تريننج، نعمل عليه تريننج للموديل، يعني بنوجد فيه عليه الموديل، والآخر الجزء الآخر بنسميه تيستينج سيت، بنختبر عليه هذا الموديل. هذا كله نستطيع أن نحصل عليه هذا التجزيء باستخدام function اسمها train test split من sklearn model selection كالتالي: from sklearn dot model selection import train test split. إذن هذه الفانكشن تقسم الداتا لمجموعتين، واحدة اسمها train والأخرى اسمها تيست. الترين نكتشف عليها الموديل ونوجد قيمته أو المعادلة الخاصة به، والتيست هي الاختبار هذا الموديل. الآن نريد أن نقسم الداتا. أول حاجة نقول أنه X في البداية تساوي iris data، و Y تساوي iris target بهذا الشكل. فبالتالي x تمثل القيم، قيم المقاسات الأربعة أو القياسات الأربعة لل 150 زهرة، و y هي التصنيف، أصناف هذه الزهرات إما صفر أو واحد أو اثنين. الآن نريد أن نحصل على نعمل splitting للداتا، فنقول x train x test y train y test يساوي train test split x and y، ونقول له test size يساوي 2 من 10، يعني نعمل training على 80% من الداتا، وبنعمل اختبار على 20% المتبقية من الداتا بهذا الشكل. ممكن عشان تكون الإجابات موحدة للذين يطبقون معي نفس الخوارزمية نقول random state equals 4. فالآن قسمنا الداتا لعدة أجزاء. على سبيل المثال نتعرف على الـ x train مثلا، x train shape سوري، فهي 120
اللي هي 80% من 150، وأربعة الأعمدة نفسها، ونقول له print x test shape بهذا الشكل، فهي 30 المتبقية مع الأربع أعمدة. نفس الشيء بالنسبة ل y، print y train shape and print y test shape، فهي 120 و30. طبعا بالنسبة للواي في هو عمود واحد اللي هو بيصنف صفر أو واحد أو اثنين. الآن نستطيع أن نستورد الخوارزمية، وهذه طبيعة العمل في بايثون، كل شيء جاهز، ما عليك إلا أن تستورده وتستخدمه. وطبعا بايثون قوية جدا بالنسبة للماشين ليرنينج. فالآن نستورد الخوارزمية من sklearn، from sklearn neighbors import k neighbors classifier، لأن هي طبيعة عملها أنها تصنف، تستخدم للتصنيف بناء على العينة التي لدينا. بعد استيراد الخوارزمية التصنيف الآن نستخدمها، نسمي الموديل الذي سنستنتجه من هذه الخوارزمية نسميه KNN، ونضع فيه قيمة K، وهذا طبعا حاجة اختيارية، ممكن نضعها 3 4 5 6 أي عدد حسب طبيعة الداتا الموجودة لدينا. فالآن استوردنا هذه المصنف، هذه الخوارزمية، وأنشأنا الموديل، ونريد الآن أن نوجد هذا الموديل، فنستخدم KNN fit، نعمل له fitting للموديل على الجزء الخاص بالتريننج، train بالنسبة للإكس والتارجت أو واي بهذا الشكل. الآن صار الموديل موجود لدينا، فممكن نستخدمه في عملية التقدير قيم واي للجزء اللي بتعلق بالتستنج سيت بالنسبة للداتا. نسمي واي بريد يساوي knn.predict x test، يعني نجربه على الجزء المخصص للاختبار، ونستطيع أن نوجد ننظر إلى قيمة y bread. y bread بيعمل prediction، تنبؤ يعني، هي بهذا الشكل. فعددهم طبعا لين y bread تساوي 30، فهنا عملنا التقدير تنبؤ على 30 هذول، فأعطانا هذه الأصناف اللي موجودة هنا. كيف نقيس دقة التصنيف هنا؟ طبعا حتى نقيس دقة التصنيف هناك وحدة اسمها ماتريكس، فهذه هي التي تعطينا دقة التصنيف، فنستوردها بهذا الشكل، ثم بعد ذلك نحسب الأكيوريسي بالنسبة للتقدير كالتالي، نقول ماتريكس أكيوريسي سكور واي تيست واي بريدكت، فواي تيست هذه هي موجودة في الداتا الأصلية، واي بريدكت أو بريد هي القيمة التي توقعناها باستخدام الموديل. فهان بيعطينا، خلينا نسميها مثلا هذه AAC اللي هي accuracy of classification، فنطبع AC حتى نرى قيمة الدقة، فهي حوالي 97%، يعني دقة عالية جدا. بإمكاننا طبعا نغير بعض الشغلات هان تتعلق في النيبرهود، مثلا بدل 5 نحط أكثر أو أقل لنعرف مدى تأثر الموديل بعدد النقاط المجاورة للنقطة التي نريد أن نصنفها. لتصنيف أي نقطة نستخدم KNN predict القياسات المختلفة لهذه الزهرة مثلا، يعني لو رأينا زهرة في مكان ما وأردنا أن نعرف صنف هذه الزهرة، فبنقيس البتل والسيبل لهذه الزهرة، الطول والعرض لكل منهما، ونضع هنا ونوجد القيمة، فهو بصنفه إلى الصنف الثاني. فخلينا نجرب مثلا KNN predict
مثلا 1 و2 1 و2 على سبيل المثال، فبصنف إنها من صنف 0، وهكذا باستطاعتنا أن نصنف. هذه عملية التصنيف مهمة جدا في الماشين ليرنينج، ولها يعني تطبيقات عديدة في مجالات حيوية جدا مثل مجالات الصحة، لمعرفة مثلا نتوقع من خلال بعض الخصائص الجينات في الإنسان، نعرف هل هو مريض أو مصاب بمرض ما أو لا. وإلى اللقاء.